اهلا بكم. فيديو جديد بعرض عليكم، اجتماعي مش طبي. الحقيقة انا بطلت اتابع التلفزيون وممكن الراديو من سنين، يمكن مش عارف مكان الريموت فين، لكن دلوقتي فاضل كيل. المفترض اللي انتوا هتشوفوها دي مذيعة، يعني مسؤوليتها تثقيف المشاهدين والمجتمع في الوقت الحالي اللي كل حاجة اجري اجري وحلق حلق، محدش مبقاش فيه حد يدور على مراجع كتب ولا حد. ما فيش الكلام ده خالص. تعالوا نشوف مع بعض الكلام الهلس اللي صدر منها. اتصلت متصلة سألتها عن سؤال معين واخذت الحوار من الضيف وبدأت تناقش المتصلة وصدر منها اللي انتوا هتسمعوه ده، وهسيب في النهاية الرد لكم. ربنا يدخلني جهنم عشان شكلي عايزة شكلي يبقى كويس. لا، ربنا مش هيدخلك جهنم علشان شكلك عايزة يبقى كويس. انت كده بتتقولي على الله. ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى العدل، فانت كده بتتكلمي كلام كبير قوي 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 من منظورك الضيق جدا. يلا كملي. الرجاله بيمشوا يحطوا برفانات ويعملوا شعرهم جل ومش عارفه يلبس لي جينز مش عارفه ايه. الرجاله من حقهم يحطوا برفانات، والمفروض يحطوا برفانات اذا لفتوا الانتباه بالبرفان بتاعهم، فهم مش عورة. ده غير الفيميلز، احنا شرقيين يعملوا شعرهم جيل. ايوه يعملوا شعرهم جيل، وشعرهم مش عورة، هيعملوا اللي عايزه، يحلق زيرو، يطول شعره، لكن اذا طول شعره لازم يهتم بيه ويجلجله ويروقه. ومن كان له شعر فليهذب. يلبسوا بناطيل جينز، يلبسوا بناطيل جينز، بشرط ان البناطيل الجينز اللي هم لابسينها ما تكونش بتجسم اجزاء معينه من جسمهم. كل ده عادي جدا، انت بس حاطه راسك براس راجل. هل انت راجل؟ انت راجل؟ والله انا ما اعرف. احنا عايزين نتساوى بالسيدات، الرجال عايزين يتساووا بالسيدات. احترم عقليه اللي بيتفرج عليك، اللي بيشاهدك. سيدات ورجال لهم تفكير ولهم دماغ بيفكروا بيه، لهم مخ بيفكروا بيه. انت ما بتقوليش قوانين ولا دستور، انت بتقولي كلام لا توعجني من دماغك، انت مش محضره حتى للحلقه بتاعتك. كملي. والست نفسها يا عيني تمشي شكلها كويس. والست بقى نفسها يا عيني تمشي شكلها كويس. خليني أسأل سؤال بقى، تمشي فين ومع مين ورايحة فين وشكلها كويس قدام مين؟ لو جاوبت على الأسئلة دي انت هتعرفي ان انت بتقولي كلام هلس. كملي. ليه وربنا يعني عايزني ايه يعني مثلا؟ ربنا يعني عايزني ايه يعني؟ انت مش عاجبك ربنا، ما تطلعي تحاسبي ربنا. الكلمة دي توديك في داهية. انت مش داهية بتقولي ايه اساسا؟ ما هو في كلمة ترمي صاحبها الى قاع القيعان، دي منها. انت هتحاسبي ربنا؟ لا، ربنا اللي بيحاسبك. ده عندنا كعرب وعندنا مفترض في مصر. كملي. وربنا ان شاء الله يا رب يغفر لنا الحاجات البسيطه دي، وفي حاجات افظع مليون مره من الحاجات. ربنا هيغفر لك الحاجات البسيطه دي. انت من قله ثقافتك اللي طالعه تثقفي مش عارفه ان انت قلتي بلاوي سودا، دي مش حاجات بسيطه. الكام كلمه اللي انت قلتيهم دولت ممكن يكونوا اشد من اكبر الكبائر، من الربا والميسر والفواحش وكل دي كلام في الاساسيات. ده ادعاء
او انخداع في حسن الظن بالله. صحيح هو اللي بيغفر، لكن في الحدود اللي وضعها سبحانه وتعالى، مش في الاعتراض عليه سبحانه وتعالى. ولا ايه فرق بيننا وبين من اللي بره؟ خلاص ما هي الثقافه دي كلها ورده. كملي. وبنتكلم زي ما الستات قاعده بتتكلم، بنتكلم بلسان حال الناس اللي قاعدين. بنتكلم زي الستات ما بتتكلم. دي مصيبه. لا، الستات اللي بتتكلم هذا الكلام كلامهم غلط وجهله وغير مثقفات وما عندهمش فكره عن اي حاجه خالص. اما انك بتتكلمي بلسان حال المشاهدات او المشاهدين، مين فوضك بكده؟ انت محاوره، انت تطرحي سؤال للضيف اللي قدامك وتتركيه يجاوب. انت كده مش عارف انت قاعده ليه. اذا كنت انت قاعده قلتي كل حاجه من نفسك انت، امال جايبه الراجل اللي قاعد معك ده ليه؟ مفيش حد بيتكلم بلسان حال حد. في حد بيتكلم بلسان حاله اللي هو انت، وانا احكم، وانا ومثلي من المثقفين والمثقفات يحكموا على كلامك، والحكم واضح طبعا. الحلقه دي هتضرب، خلي بالك، وناس هتدخل تقول فيا قصايد قبل كده. بصراحه هي ضربت، بس ضربت في دماغك، ضربت عليكي. يا ريتك ما كنت قلتيها. اما القصايد اللي هتقال فيكي فبلاش تسمعيها. هي يعني كانوا بيسموها في الشعر الجاهلي هجاء، بس هي ممكن تكون اخضر من الهجاء بلغه العصر بتاعنا. انا دلوقتي هخش على 50 سنه. هي دلوقتي هتخش على 50 سنه. مفترض ان هي قمه الاتزان. ادي قمه الاتزان اللي بتورده للمشاهدين. هخش على لا يجوز. خلاص لا يجوز. بس خلاص. حطي بقى شويه ميك اب هنا. كمان الحكم الشرعي بيقول لا يجوز، ده هي اللي بتقول، لكن انا بقول حطي ميك اب. الكلمة دي بقى باللي فات ده كله، ببقيت عمرك كله، خلاص بالسلام عليك. هقف طبعا وهيتنادى عليا وهيتقال لي كده. لا وايه؟ وعارفة ان هيتنادى عليها وهيتقال لها كده. امال لو مش عارفة ان هيتنادى عليك وان انت هتتحاسبي كنت قلتي ايه؟ يخسرها، يخسرها على بيطلع على القنوات، يخسرها. اكيد في عندنا كفاءات جامده جدا جدا، لكن مش دي اللي هتطلع تثقف المجتمع وهي ومثيلاتها اللي لا فاهمين سما من عمى من الاخر. انا قاعده بفتي. يا خيبتك، بتفتي بصفتك ايه؟ مؤهلاتك ايه عشان تفتي؟ بتهزري يعني؟ الكلام ده مفيش فيه هزار. ولا في حضرة عالم ايا كان درجته العلمية تقاطعي وتتكلمي الكلام اللي انت قلتيه ده. وهنا اقول ما يعرض على التلفزيون مفيش جهة تراقبه زي ما بتراقب بقية الميديا. مش كل اللي قاعدين بيشاهدوا عارفين الاساسيات والقواعد دي، ممكن يكون بيسمعوا الكلام ده اول مره وبيجدوا مبرر بالكلام التافه اللي انت بتقوليه ده. يا اما تقولي صح يا اما تسكتي. انت اساسا لا يحق لك انت تطلعي على كمحاوره او كمذيعه. انت خريجه اداب انجليزي جامعه طنطا، الشروط لا تنطبق عليكي مبدئيا. ما عندكيش ظهور جيد، ما عندكيش حسن تصرف. انا بنتقد في الاداء، لكن هو ده الحال اللي احنا وصلنا له، مش علشان حاجه، علشان الاسر والاجيال، الجيل اللي ممكن يكون بيسمع كلام ويعتقد ان كل ما يظهر على الشاشه الفضيه هو دستور وكلام. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.